لا يمر يوم إلا ويشهد هذا الطريق الرابط بين ساحل ووادي محافظة حضرموت وبعض المحافظات توقف لأسباب عدة، لكن أهمها الحوادث المرورية خصوصا في هذا المنعطف أو الآخر. فعقبة عبد الله غريب الشهيرة الواقعة في منتصف الطريق تشهد تزايدا ملحوظ في حركة التنقل بين المسافرين والحركة التجارية، وأيضا في تزايد الحوادث. الجهات المعنية وقفت مكتوفة الأيدي نتيجة لتكرار الحوادث هنا، وهو ما انعكس سلبا على الخط الذي يتعرض للإهمال والتدهور بشكل كبير، ما يجعل السائقين يضطرون للانتظار ساعات طويلة أو المرور بصعوبة وخطورة بالغة، مجازفين بحياتهم ومركباتهم كما يفعل سائق هذه الحافلة. عقبة عبد الله غريب دائما نعاني فيها من مشاكل، دائما نطلع على في الخط نفس الحوادث، في سيارات مقلوبة، في سيارات يعني تعترض على الخط، ونطالب السلطة المحلية والمحافظ خاصة بالاهتمام بهذه العقبة. فلم تقتصر معاناة المسافرين من خلال هذا المنعطف الخطير فقط، بل تجاوزت الحالات المرضية لكثيرين التي تضاعفت حالتهم الصحية نتيجة الانتظار هنا، ومنهم من فارق الحياة. غياب السلطة المحلية وعدم وضع حد لسائقي المركبات وتجاوزهم للحمولة المتعارف عليها أدى إلى تفاقم المعاناة بشكل كبير، إضافة إلى عدم الاهتمام بالطريق. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.